كيف تتعامل مع زميل يكيد لك ويقوم بتشويه سمعتك داخل العمل أو بالعمل؟ 4 خطوات للتعامل مع الزملاء الذين يقومون بتشويه سمعتك والكيد عليك. أولا، فهم السبب الرئيسي. دائما الناس لا تظهر العدوانية إذا شعروا أن غرورهم تحت التهديد، ودائما يجب أن تعلم أن الأشخاص المستهدفين بالكيد وتشويه السمعة هم أشخاص محبوبون وذوي مهارات عالية. 2، دافع عن نفسك وقم بردود فعل ضرورية وإظهار لهم أنك لن تتهاون مع أي أسلوب وبرسالة مفادها لا تعبت معي. 3، أطلب المساعدة والدعم وقم بتصعيد الأمر إلى أشخاص أعلى مستوى كإلى المدير أو الموارد البشرية، وأظهر للشركة أنها تتكبد تكاليف عالية وهذا السلوك أو أن هذا الكيد يشوه سمعة الشركة وإضاعة الوقت بالكلام الفارغ، مما يتسبب من تقليل إنتاجية الموظفين وبعدم أو يعدم ثقافة الشركة.